يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، مائل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود ليلا طقس بارد على أغلب الأنحاء. فيما يلي مشاهدينا بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية وأيضا عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. نتابع